الناس مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ دلينا يا دكتور. أنا يا دكتور وعيالي، مرتي وولدي وأطفالي، ما تمرضنا بكل داء وأبدا ما خدنا دواء ولا راجعنا أطباء، بس من مدة هالكم سنة تمرضنا ووقعنا بظنا بأمراض صارت مزمنة، نسّتنا الراحة والهنا. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا، دا اللي بينا منا وبينا، دا تجينا الحمى من رجلينا، اسقينا العلقم بس شافينا. يا ناس مصيبة مصيبة، نحجي بطعنا قضيتنا، نسكت تبتلنا علتنا، بس وين الوالي وجهتنا؟ دلينا يا دكتور. دكتور امراض البينا ما تفيد وياها كينا، ولا يفيد الكالسيوم ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم، لن يفيد المرضى الجسم واحنا مو من هذا القسم. امراض العدنا تنقسم اقسام اقسام وما الها اسم. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا، دا اللي بينا منا وبينا، دا تجينا الحمى من رجلينا، اسقينا العلقم بس شافينا. يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحجي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ دلينا يا دكتور. دكتور الجسم معافى، ما بيفد مرض خافى، العلة علت الروح مجروحة بسبع جروح، لو تقدر داوي الروح حقق يا دكتور الأمل. فخنة يزي طال الأجل، مو بالخطب مو بالزجل، احنا نطلب منك عمل. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا، دا اللي بينا منا وبينا، دا تجينا الحمى من رجلينا، اسقينا العلقم بس شافينا. يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحجي تفضحنا قضيتنا، نسكت تبكلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ دلينا يا دكتور. دكتور توكل بالله، وش فينا من هالعلة؟ يا زين ظل بهالحال، دبر بصورة حال المرض ويا نطال، شرح واقطع ايد ورجل، قصب واذبح ذبح الابل، اعزل اعضاء تنعزل، بس خلينا نمشي عدل. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا، دا اللي بينا منا وبينا، دا تجينا الحمى من رجلينا، العملية يلا
تنجينا يا ناس مصيبة مصيبتنا.